في طريقه لكأس العالم يلتقي منتخب الأردن بعدة مباريات ذهابا وإيابا. إليكم جدول مباريات الأردن بتصفيات كأس العالم. أولا وأول مباراة يلتقي فيها منتخب الأردني منتخب الكويت بعمان العاصمة الأردنية الساعة 9 مساء يوم الخميس الموافق 5/9. ثاني مباريات المنتخب الأردني مع فلسطين على أرض فلسطين يوم 10/9. ثم يلتقي الأردن في المباراة الثالثة كوريا الجنوبية في عمان يوم 10/10. ثم يلتقي الأردن في المباراة الرابعة منتخب سلطنة عمان في العاصمة الأردنية عمان، وتاريخ اللقاء يوم 15/10. وفي المباراة الخامسة يلتقي الأردن منتخب العراق في العاصمة العراقية بغداد يوم 14/11. وفي المقلب الآخر يعاود الأردن لقاء المنتخب الكويتي، ولكن هذه المرة في العاصمة الكويتية الكويت يوم 19/11. وفي مباراته السابعة يلتقي منتخب الأردن منتخب فلسطين على أرض العاصمة الأردنية عمان يوم 20/3/2025. ويلتقي الأردن في مباراته الثامنة منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة الكورية سيول يوم 25/3/2025. وفي مباراته التاسعة يلتقي منتخب الأردن سلطنة عمان في العاصمة العمانية يوم 5/6/2025. وفي مباراته العاشرة والأخيرة يلتقي منتخب الأردن المنتخب العراقي في العاصمة الأردنية عمان يوم 10/6 من العام 2025. وربما تكون هذه المباراة هي المباراة الحاسمة في مشوار تأهل المنتخب الأردني لكأس العالم. وأغلب المؤشرات للمحللين الرياضيين تقول أن التنافس في هذه المجموعة سيكون ثلاثيا ما بين كوريا الجنوبية والأردن والعراق للتأهل لكأس العالم. ننتظر مجموعة قوية ومباريات مثيرة.